أسلم على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. كملنا من السلسلة بتاع الفيديوهات اللي تكلمنا فيها على حياة قثم ابن عبد الله وابن عبد الله، وتوقفنا وقتها ادعى النبوة والوحي. وما نشبش نكملوا الفيديوهات هذيك على خاطر حياة محمد من بعد باش تكون ممزوجة امزيج معناتها مزج كلي بالإسلام. طيب من بعد في فيديوهات قادمة نتكلم على حروب محمد، على نساء محمد، على كل شيء ما يخص محمد اللي هو مرتبط ارتباط كلي بالإسلام، وهجوماته وأمرانه بقتل الناس ودعواته للتحريض معناتها لمنع الحريات وفرض الحجاب على النساء وغيرها من الأمور اللي مرتبطة ارتباط كلي بحياته كإنسان. في الحقيقة راهم المسلمين توا هما يطبقوا في حياة محمد، يعني كيما عاش محمد هما يحبوا يعيشوا. كان جاء محمد يتكلم بالثاء راهو ولات تتكلم بالثاء ثنة. كان جاء محمد فهمت أعرج راهو ولا اللي يمشي أعرج سنة. كان جاء معناتها محمد في حاجة راهم هما ياخذوها ويطبقوها ويعتبروها سنة محمد، لأن القرآن يقول لك ما جاءكم به محمد فخذوه، فهمت معناتها ما جاءكم به محمد فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني محمد ما هو إلا نفسه الإسلام. كي تشوفوا تو معناتها في الفيديوهات القادمة نفهموا راهو محمد والإسلام والقرآن ورب محمد وكلهم هي شخص واحد، حاجة واحدة. هذيك هي تتسمى الاستسلام لهذه الحياة. باهي نحاولوا تو احنا في الفيديوهات القادمة باش نحاولوا نحكيوا على مسألة معناتها مهمة ياسر، هي مسألة ما يسمى الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. نعرف احنا اللي أغلب معناتها المسلمين وقت تناقش معاهم، فبتأغلب المسلمين سواء على الإنترنت ولا في الحياة معناتها في الحياة العادية، أول ما تجي تناقش معاه ويعرفك اللي أنت لا ديني ماكش ولا ماكش مسلم، يجبد لك حكاية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ويجي يقول لك راهو القرآن يحتوي على حقائق علمية أثبتها العلم اليوم، وهذا بالنسبة ليهم هو أكبر دليل على أن القرآن من عند الله وأن محمد السنة بتاعه والأحاديث بتاعه هي من وحي إلهي زاد. به احنا باش نحاولوا كل مرة في هذه السلسلة ناخذوا ادعاء من هذه الادعاءات ونحطوا شنو يقولوا هما وشنو نقولوا احنا، ونعملوا مقارنة، والعبد يخمم، واللي عنده مخ يفكر، واللي يحب يصدق هذه الخرافات يصدق. لكن قبل ما نبداو كل مرة ناخذوا ما يسمى معجزة بين قوسين، نحاولوا باش نفهموا شنو هو الإعجاز العلمي وننبهوا لبعض النقاط المهمة. النقطة الأولى نحاولوا احنا في الفيديوهات القادمة المرة هذه في هذه الفيديوهات باش نحاولوا نتكلموا أكثر بمصادر، خاطر شنو هما يدعي معجزة ويجيبوا لك آيات قرآنية وكذا، واحنا نرجعوا عليهم زادة بمصادر، خاطر هذه مسألة بحوثات بمانيش باش ندخل في العميق الأشياء، ولكن على الأقل الشخص وقت يشوف الفيديو فهمت ويخمم شوية يعرف اللي ما هذا ما يسمى بالإعجاز العلمي ما هو إلا كذبة وخدعة يتمنيكوا بها على عقول العباد اللي ما يعرفوش واللي ما يبحثوش واللي على خاطر
شافوا بسم الله الرحمن الرحيم، ولأنها الفكرة تدعم الإسلام يقولوا الله أكبر الله أكبر سبحان الله. به هنا باش نحاول معناتها نبينوا بعض النقاط، معناتها أنا كتبت هنا باش نحاولوا باش نركزوا شوية. النقطة الأولى المهمة، إذاكم تعرفوا يا مسلمين، نعرف إحنا المسلمين ما يطلعوش على الحضارات الأخرى، ما يطلعوش على الأفكار الأخرى. المسلم وقت يحب يفهم الإلحاد شو يعمل؟ يمشي يقرأ كتب إسلامية باش يفهم الإلحاد من الإسلام. يحب يفهم اليهودية يمشي يقرأ كتب إسلامية يفهم بها اليهودية. يحب يفهم المسيحية يمشي يقرأ كتب إسلامية باش يفهم بها المسيحية. فالمسلم المصدر نتاعو الوحيد هو الإسلام وما يأتي من جهة الإسلام. ما يجيش يبحث على المسيحية ولا اليهودية ولا الحد من مصادرها الأصلية. توا احنا وتنجيو نعلموكم دير ربكم، نعلموكم من مصادركم الأصلية، من قرآنكم من سنتكم. ما نجيش انا نحكي معاكم من منظور آخر، نجي نحكي معاكم من منظوركم انتوما. العالم أجمع وتجي يحب ينقد فكر يمشي للمصادر بتاعه، إلا المسلم وقت يحب يفهم دين ولا يفهم فكر يمشي للمرفوض، يمشي للمصادر بتاع الدين أو الإيديولوجية، لا يمشي لمصادره هو ويقرأ. على خاطر المسلم عنده عقدة أن هو على حق والباقي كل على باطل وما يثق من المصادر بتاعه. هذه النقطة المهمة اللي حبيت نقولها. راهو يا مسلمين اللي تتكلموا على الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، راهو الإعجاز العلمي مش موجود كان في الإسلام. الهندوكية تتكلم على الإعجاز العلمي في الهندوكية، المسيحية تتكلم على الإعجاز العلمي في المسيحية، اليهودية تتكلم على الإعجاز العلمي في اليهودية. يا سيدي حتى الشامان يتكلموا على الإعجاز العلمي في الشاماني، حتى ليزانيميست اللي يعبدوا الأحجار يتكلموا لك على كل الأديان تستخدم هذه الأسلوب. عندما نقول كل يعني أغلب الأديان، عندما تشوف اللي الأتباع متاعها بداوا يقلوا تستخدم هذا الأسلوب للاستدلال على أن دينها ولا كتابها المقدس صادر من عند قوة غيبية، بدليل أن ما فيه وما يحتويه اكتشفه العالم الآن. وهذه مسألة مش توا وقديمة. نجي ونشوفوا مثلا الشمال يقول لك هما أول من اكتشفوا الدواء، حتى الشعار متاع الفارماسي ولاديان يقول لك هما اللي اكتشفوا، حتى الشعار متاع لاديان تلقاه في الكتب متاعهم المقدسة. إذن يا مسلمين راهو الإعجاز العلمي ما هوش خاص كان بالإسلام. هذيك المشكلة متاع المسلم ما يعرف كان روحه، ما يشوفش خارج روحه. يسخايب اللي الإعجاز العلمي في القرآن والسنة خاص كان بالقرآن والسنة، ما يعرفش اللي كل الديانات الأخرى تستخدم هذا الأسلوب لكتبها والمصادرها والأمورها، وهذا شيء طبيعي. إذن هذه النقطة اللي لازمكم تفهموها يا مسلمين، وتتكلموا مرة جاية مع واحد لا ديني وتتكلموه على الإعجاز العلمي، فهمت؟ أعرف اللي يراه الطرف المقابل لو كان مسيحي حتى هو عنده الإعجاز العلمي نتاعو، لو كان هندوكي راهو حتى هو عنده الإعجاز العلمي نتاعو، وأنت ما تصدقش الإعجاز العلمي نتاعو، شيء طبيعي، على خاطر أنت تنظر للإعجاز العلمي نتاعو بنظرة عقلية، وهذه مشكلة كبيرة. إن المسلم ديما يغزر للآخر بنظرة عقلية، وقتها يغزر الروح المخ نتاعو يوقف، يولي وقتها ما يمشي كان النقل. كان النقل هو اللي يمشي وما قالوا العلماء نتاعو. هذه النقطة الأولى، يا مسلم راهو الإعجاز العلمي ما هوش خاص بالإسلام. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، نحاول نفهم شنو هو الإعجاز العلمي. في الحقيقة الإعجاز العلمي يعتمد على ثلاثة نقاط أساسية. أول نقطة، إن الكلمة اللي مستعملة في الكتاب المقدس أو في الحديث أو غيرها كانت عندها معنى
في زمنها وأصبحت عندها معنى اليوم. إذن هوني وتجي يتكلم على الإعجاز العلمي يضحك على الذقون. مثلا نضربكم مثال معناتها بسيط باش تفهموا. وتقول القرآن مثقال ذرة، يجي يقول لك هو القرآن تكلم على الذرة، يعني القرآن جاي من عند الله. ولكن هل الذرة اللي ذكرها القرآن هي الذرة اللي موجودة هون توا؟ نعرفوا اللي الذرة موجودة من عهد أفلاطون، أفلاطون تكلم على الذرة، ولكن هو وتتكلم على الذرة ما يقصدش الذرة اللي توا متكونة من إلكترون من نويو من قلب ومن إلكترون يدور حولها، لا، هو يتكلم أفلاطون على أصغر شيء. كيما القرآن وقت يتكلم على الذرة يقول لك حبة من خردل، يعني على حاجة صغيرة، يعني أصغر شيء تشوف بالعين، أصغر شيء مقصود في عهد أفلاطون ولا في عهد محمد مقصود بالذرة هي أصغر شيء تشوف بالعين. بينما في الوقت الحاضر استعملنا هذه الكلمة اللي هي ذرة للاستدلال على أصغر شيء موجود. إذن هوني الكلمة وتنجيو ناخذ كلمة من الكتاب ولا من السنة ولا من حاجة لازمنا نرجعوها لوقتها. وعلى هذه النقطة يعتمدوا هذوما معناتها اللي يستعملوا أسلوب الإعجاز العلمي، يعني على جهل الناس اللي يسمعوا فيهم، خاطر يعرفوا هما اللي الناس اللي يسمعوا فيهم بهاي باش يسمعوا كلمة ذرة باش يقولوا سبحان الله الله أكبر سبحان الله إعجاز علمي القرآن تكلم على الذرة. هذه حاجة. حاجة ثانية، هذوما الأشخاص فهمت يستعملوا أسلوب ما يسمى التأويل، التأويل للكلمة، يعني أولوها تلقاها الكلمة عندها ياسر معاني ياخذوا المعنى اللي هما حاجتهم به فهمت، ويجيوا يحطوه في السياق اللي هما يحبوا يوصلوا له. يعني هما في الحقيقة ما ينطلقوش من القرآن ويوصلوا النتيجة، لا، ولا من كتاب المقدس ولا من أي حاجة، لا، وإنما هما ياخذوا النتيجة ويرجعوا بها بالتوالي لكي كما يقولوا يأولوها ويوافقوها مع النص القرآني بالطريقة هذيك تظهر اللي هي كأنها معجزة. ومع أن المسلم فهمت عقله محدود في التفكير، وأي شيء يشوف ويناسب دينه يصدق ويسكر عقله ويقول لك الله أكبر، وأي حاجة تشوفها تخالف دينه وقتها يولي يخمم يولي يفكر فهمت كيفاش مستحيل مخه معناتها يعرف وقت يقول لك لا الإسلام هو اللي عنده الحق. هذه تربية ما يسمى بالعدوى النقلية. هذاك علاش أنا أقول فهمت السلام على من اتبع العقل ليس من اتبع النقل. المشكلة للمسلمين الكل يتبعوا في بعض. واسمعوا هذه مثل هذا بسيط، الفيديو بتاع القرضاوي كيفاش وتسألوه قالوا له كان نظرية التطور ثبت صحتها شنو نعملوا وكيفاش نربطوها بالإسلام، قالك نضطر باش نأولوا وباش نحاولوا ندخلوها في الإسلام وندخلوها في الفكر الإسلامي ونعتبروها يعني الإسلام تكلم عليها قبل. اسمعوا شنو قال القرضاوي. كل هذا ممكن. نعم طبعا فضيلة الدكتور، يعني فكرة التطور بحد ذاتها هل هناك في القرآن الكريم ما يعارضها أو ما يناقضها، خاصة أن البعض يستدل بقوله عز وجل وقد خلقكم أطوارا في أحسن تقويم خلقك فسواك فعدلك، يعني يرى من خلال هذه الآيات أن الإنسان تطور وتطور حتى وصل إلى ما وصل إليه؟ لا، هذه آيات يعني محتملة، يعني عندما زي ما نقول لما تصبح النظرية دي حقيقة واقعة ممكن نأول، يعني وكما قال الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه قصص القرآن حينما تصبح القضية نظرية داروين مثل السماء فوقنا والأرض تحتنا، يعني تصبح حقيقة قطعية، نضطر في الحالة دي نؤول آيات القرآن. إنما الآيات دي قد خلقكم أطوارا
فسروها من يعني من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم أنشأنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، يعني هذه الأطوار. إنما إذا لو أن هذه القضية أصبحت حقيقة علمية فنستطيع، ولكن هذه المسألة واضحة. فهمت توا كيفاش معناتها التأويل؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة ما يسمى بالإعجاز العلمي هو يعتمد على كما قلنا، النقطة الأولى هو المعنى متاع الكلمة في العصر اللي ظهرت فيه تختلف عن المعنى متاع اليوم. الثانية هي التأويل، يعني أول الكلمة ويأخذ المحتوى اللي يناسب النص من أجل إظهار. المسألة الثانية الثالثة هي مسألة الخداع. شنو هو نقصد بالخداع؟ يجي مثلا يجي يقول لك مثلا حاجة ويظهر لك اللي هي حقيقة ويجي يكذب عليك في بعض الحاجات، مثلا كما مثلا الإعجاز العددي في القرآن. يجي يقول لك مثلا الحديد وما الحديد والآية كذا وهيك تناسب بالوزن متاع الحديد، من بعد تطلع مش صحيحة، يجي نحي بسم الله الرحمن الرحيم ويجي نحي، فهمت؟ يقول لك لا بسم الله الرحمن الرحيم الصورة هذيك نحيها، يعني ما يسمى بالتلاعب. مثلا يجي يقول لك مثلا كلمة يوم موجودة 365 يوم، وفما كلمة يوم مثلا بالألف ما خذهاش، واحدة بالهمزة ما خذهاش، يعني يحاول باش يقارن باش يقرب الحقيقة اللي يحب يوصل لها، يلعب ما يسمى يعمل كما نقولوا عملية تركيبية من أجل الفكرة متاعه تكون في الظاهر صحيحة، ولكن للشخص اللي يبحث أنت غير امشي يبحث وحدك. لو مثلا الحديد وما الحديد والوزن متاعه تمشي تشوف تلقاها ما فمش منها الحكاية جملة واحدة، كذب في كذب. طبعا نذكروها حكاية الحديد، فهمت؟ طبعا نذكروها حكاية الحديد ونوريكم عن الخدعة. طبعا احنا في الفيديوهات القادمة وتنكلموا على كل مرة في فيديو باش ناخذوا معجزة باش نحطوا هما شنو قالوا وباش نفرقوا الكلام نتاعهم ونحطوه قدام المشاهد باش يشوف الخداع نتاعهم، على خاطر مع الاسف عقل المسلم مغيب وجعلونا اضحوكه للعالم واضحوكه للبشريه، وماشيين يترجموا ما يحشموش يترجموا فهذه معناتها بين قوسين معجزات وهي خرافات، فهمت؟ للإنجليزية، للشنوية، للجابونية، للألمانية، للهولندية، لكل اللغات، والعباد يتفرجوا فينا ويبدأوا يضحكوا ويقولوا شبيهم هذوما قرودة، من فين جاءوا هذا العباد؟ من فين جاءوا؟ يعني حقيقة شيء يحزن. إذن هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، خاطر هذه الفيديو أنا ما نبش نذكره حتى معجزة غير باش نعرفوا ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة. النقطة الثالثة نحب نعرفه من ناحية شرعية، شنو هو رأي العلماء في المسألة هذه؟ وكما قلت لكم صحيح أنا ملحد لكن نعلم فيكم في دين ربكم، ما على خاطر الأكثر المسلمين ما يعرفوش حتى شنو هو رأي علمائهم في المسألة هذه، الكلهم يسخيبوها معناتها يجوز وكذا وكذا. لا، وتنرجعوا علماء المسلمين نلقاو فما ثلاثة آراء: رأي يحرم كليا، ورأي بين بينين، ورأي يحلل أو يعتبر يجوز. مش منقولش يحلل، يقول يجوز. أغلب الناس يتخيبوها يجوز وهي مش صحيح. وقتها نرجعوا للآراء هذه الثلاثة، الرأي الأول وهو الرأي اللي أنا نعتبره هو الرأي الإسلامي الصحيح، وابن تيمية اللي توما معناتها تحبوه كل شيء، فهمت؟ وغيرهم، فهمت؟ ذكر المسألة هذه في الكتب متاعه، يعني قال بالحرف بالكلمة، فهمت؟ يعني معناتها هوني معناتها ما نحبش يعني يقول لك تفسير القرآن بما لم يرد في الكتاب والسنة فهو تفسير باطل. يعني وتنجي مفسر القرآن
ابن تيمية عنده قداش من طيب. لكن واضح في المسألة قالك تفسير القرآن فهمت بما لم يرد في الكتاب والسنة هو تفسير باطل. وفما حديث قلت من فسر القرآن بغير علم فليتبوى مقعده من النار، لأن القرآن انزل وقتاش؟ عنده 1400 سنة، ووقت انزل على حسب المصطلحات والمفاهيم اللي موجودة في عصره، ومحمد وقت هما ما يفهموش حاجة يسألوه وهو يجاوبهم. إذا أنت تجي توا آية قرآنية موجود تفسير متاحها من ألف سنة أو أكثر، ومن عهد محمد فما حتى آيات موجودة ومفسرة، مثل مثلا شروق معناتها كيما مثلا الشمس تغرب في عين حمر، سألوه محمد وجاوبه. توا أنت تعرف خير من محمد؟ توا أنت تعرف خير من محمد؟ تجي توا تعطي تفسير آخر لهذه الآية؟ يا سيدي أي آية موجودة نرجع للقرآن بيدو تفسير القرآن بالقرآن، ولا نرجع للأحاديث والسلف الصالح، ونرجع للمفسرين ابن كثير والطبري وغيرهم غيرهم، كان أنت سني ولا الميزان ولا غيره، كان أنت شيعي ترجع للتفسير تلقى تفسير واضح أموره فهمت مريقلة. علاش أنت توا تجي وتعطي تفسير آخر للآية هكاك؟ يعني هذا تفسير من غير علم يعني. والرأي هذا اللي حرم، أنا بالنسبة لي يا مسلمين نقول لكم يا مسلمين ما عادش اتبعوا حكاية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، لأن ابن تيمية وغيرهم ونقول لكم أنا رأي الإسلام الصحيح يحرم ذلك، لا يجوز شرعا، لأن القرآن فهمت أنت توا تجي تقول القرآن هو ليس كلام الله بالنسبة لكم كلام الله ولا؟ إذن أنت توا تجي تقول راهو الله يقصد هكا من رأيك؟ شكون قالك يقصد ذلك؟ يعني أنت تتقول على الله بما لم يقل. هل لديك دليل من القرآن ومن السنة يدل على أن إلهك يقصد ذلك الشيء؟ ليس هناك دليل. إذن أنت تفتري على الله. إذن الرأي الأول الذي يحرم الإعجاز العلمي في القرآن والسنة هو الرأي الإسلامي الصواب، وخلاف ذلك فهو باطل. هذا الرأي الأول، وأنا هذا حسب معناتها مش حسب رأيي، هذا حسب رأي الإسلام. أما الرأي الثاني فهو بين يعني يقول يجب الاحتياط والتأكد وال قبل القول إن هذا إعجاز علمي. لماذا؟ يقول لك لأن القرآن كتاب إلهي قار، والعلم معناتها العلم وضعي متطور. يعني وقت تجي أنت تقول اللي هذا الاكتشاف العلمي فهمت موجود في القرآن، من بعد يطلع الاكتشاف العلمي غلط، هنا أنت تهين القرآن، يعتبر كذب. وهذا ما وقع للمسيحية فهمت، هذا مسيحية وقع، وخطرات بعض المسلمين يعني الجهل متاعهم ياخذوا نظريات غير أكيدة، يعني نظرية ما زالت نظرية، ويجي يقول لك هاو القرآن قال. يا سيدي كي تطلع النظرية هذيك غلطة. إذا هذا النوع من الناس معناتها ما يسمى الرأي من العلماء المحتاط يقول لك إن القرآن هو كتاب عبادات وأخلاق ليس كتاب علم. إذا من الأحوض ومن الأحسن ومن الأفضل الابتعاد كليا على التفسير العلمي للقرآن والسنة إلا لما هو أكيد وواضح وبين، يعني ما ندخلوش في الشبهات. هذا الرأي يعني توا العلم فهمت أثبت حاجة سيئة ما عادش فيها نقاش، حاجة متأكدة 100% فهمت، نجمو نجيو نلعبو وندخلو كذا
ونقولوا ها هي كانت موجودة في القرآن قبل. فدش أنا المسلمين كي هذا كل شيء موجود في القرآن، تفينهم مال إش بيهم مكتشفوش هذا الشيء كله، يستناو حتى الغرب والأخرين يكتشفوا باش هما يقولوا فهمت ها موجود في القرآن، ها يستناو فيهم حتى هما يكملوا يا سيدي. خرجوا لنا حاجة برك من القرآن، واحدة حاجة حاجة، اصنعوا لنا إبرة من القرآن، هاي شيء. المهم هذا الرأي بين البينين، ويقول لك يجب الاحتياط الواحد رغم اللي معنتها الرأي الأخير واللي يسمح بهذا الشيء هو المنتشر عند المسلمين مع الأسف. هما يقول لك يجوز، يجوز بحجة إن ذلك يقوي الإيمان، يقول لك الغاية تبرر الوسيلة. يعني حتى في الإسلام موجود نعرف، يقول لك ما تتنجم تستعمل حديث كاذب، حديث يعني نبوي كاذب إن كانت فيه عبرة أخلاقية، يعني حتى ولو هو ضعيف يمكن استعماله لأن فيه حكمة أخلاقية، يعني ما يمسش ما يسمى بأصول الدين الأساسية. هذوما أغلب الناس، ومع الأسف هذوما اللي يستعملوا ما يسمى الإعجاز العلمي، يعني دعاة الإعجاز العلمي، أغلبهم كلهم عباد ما نجحوش علميا من ناحية العلم، يعني عباد فشلوا علميا وما همش علماء دين، يعني بين بين لا هم علماء دين ولا هم علماء حقيقيين يعني تجريبيين حقيقيين، فهمت؟ لا هم علماء حقيقيين معناتها نتاع العلم الحقيقي ولا علماء دين. بالبيني لقاو رواحهم جاو وبداو يركبوا هذا على هذا، هاو خرجنا مصطفى محمود، هاو خرجنا هذا من تركيا، هاو خرجنا هذا من درافين، هاو خرجنا هذا من درافين، وبداو يستعملوا في هذا الاسلوب مستغلين جهل المسلمين، فهمت؟ ويجي يعمل لك فيديو ويحط لك الكوكب والكون والمجرات والدنيا عربها، وبعد يحط لك آية قرآنية بصوت حنين وكذا، وما تعرف اللي المسلمين فيسا فيسا تتعدى عليهم، فهمت؟ سبحان الله، الله كان يعلم كل شيء، الله العليم، الله الخبير، الله درشنو، الله درشنو، تيوك يعلم كل شيء، فهمت؟ علاش ما قالوا الناس هذا الشيء قبل؟ شبيتوا بعد لك اكتشف العلم جاي تلصق فيها بالسيف، هذا اكتشاف علمي، هذا اكتشاف علمي. المشكل اللي هذوما اللي يجوزوا يقول لك الغاية تبرر الوسيلة، يقول لك ما دامك ان هذه الامور تقوي ايمان المؤمن، وتجي يشوف ويلقاو الناس ما عادش تؤمن، ما عادش تؤمن، اذا كيفاش باش يقوي لهم ايمانهم؟ هذوما ما يسموا بالدعاة، دعاة دعاة الاعجاز العلمي، لقاو جمهور واصلوا يخدموا على رواحهم، هما يكسبوا مكسب والاخرين يكسبوا، والاخرين يطمئنوا كما نقولوا، يزيدوهم في الدوزه نتاع المخدرات الدينيه، فهمت؟ يعني من هنا نفهم اللي هالنوع هذا الثالث، اللي هو هذا النوع الثالث اللي يجوز الاستعمال هذا الاسلوب، انا بالنسبه لي هو بدعه وخروج على الدين، خروج كلي وهو تاويل وتفسير للقران بغير علم. ومن يقوم بذلك على حسب الدين الاسلامي ومن يتبع ذلك فهو في النار. هذه فتوى واحد ملحد، ها صافا ما عجبتكمش باه نضحك معكم باه. على كل حال المهم احنا توا فهمنا الاعجاز العلمي، فهمت؟ هاي نعلم فيكم في دين ربكم، لازمكم تعرفوا دين ربكم، لازم تعرفوا الاعجاز العلمي على حسب المصادر، من فسر فهمت القران يتفسر بالقران ولا بالسنه، هذا باش تجي فهمت تدخلي هذا في هذا وتدخلي الكلمه هذه في الكلمه هذه باش تلصقها في الكلمه هذه في الكلمه هذه باش تخرج على اساس انها اعجاز علمي، راهم يصدقها كان واحد حاشاكم بين قوسين به، فهمت؟ المهم الفيديو هذايا كملت، الفيديو القادمه باش نتكلموا كل مره باش ناخذوا معجزه من هذه المعجزات ونحطوا شنو يقولوا ادعاء هذا الاعجاز. راه احنا مانيش طالبين من القران، المشكل
ماناش طالبين من القرآن انه يجينا بمعجزات، فهمت؟ ماناش طالبين منه انه باش يجي يقول لنا حاجة، على الأقل ما يقولش حاجة غلط، على الأقل ما يقولش حاجة غلط. احنا وقت نجيو باش ناخذوا توا باش نحاولوا هذه المعجزات هذه باش نحاولوا نفسروها من ثلاثة جوانب. أول حاجة ادعاء أنها معجزة، أول حاجة نتأكدوا هل هذه الفكرة موجودة قبل محمد ولا كان لقيناها في كتب أخرى غير محمد، في اليهودية ولا النصرانية ولا في الزرتشتية ولا غيرها 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 غيرها، ولا تكلموا عليها عباد قبل، هنا ما عادش تعتبر محمد هو صاحب المعجزة. الحاجة الثانية المهمة نجيو نشوفوا تفسير محمد وتفسير علماء الدين للآية، فهمت؟ والحاجة الثالثة نجيو نتأكدوا من المعلومات اللي يعطيهم هذا ادعاء الإعجاز هل هي صحيحة أم كذب. وفي الفيديو القادم باش نتكلموا على مرج البحرين ونشوفوا هل تكلموا عليها قبل ولا لا، وشنو قال عليها تفسير الإسلام من الكتب الإسلامية المعتبرة لهذه الآيات. ثم نجي ونشوفوا هل هناك برزخ وهناك حاجز كما يدعي القرآن أم لا، أم هذيك مع تحيلة وكذبة، فهمت؟ واللي العلم أثبت خطأها، لكن الإعجازيين يحبوا يسكروا هذيك الفكرة ويوجهوك الفكرة أخرى غالطة باش يظهروا لك الاعجاز. يعني هنا احنا ماناش باش نضربوا غير باش احنا من في الحقيقه باش هما يحكيوا على الاعجاز العلمي في القران والسنه، احنا باش نثبتوا الاخطاء العلميه في القران والسنه. ومع فيديو قادم وبالسلامه، ومع فيديو قادم وبالسلامه. بالسلامه.